السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طالبات العزيزات، طالبات الصف الثاني الابتدائي. أهلا ومرحبا بكم في مادة اللغة العربية. عزيزات الطالبات، قبل أن نبدأ في درسنا لهذا اليوم، لغتي ما أحلاها. عزيزات الطالبات، كلنا نحب اللغة العربية، أليس كذلك؟ نعم، ونحن ما زلنا في الوحدة الأولى في الدرس الأول من القراءة، وهو بعنوان أسمعك جيدا ملك الألوان. هل تتذكرون هذا الدرس؟ نعم، الذي قمنا بدراسته في الحلقات الماضية. لكن قبل أن نبدأ في درسنا ملك الألوان، هيا بنا نقوم بقراءة أنشودة الوحدة الأولى، وهي بعنوان حسن الجوار. هيا بنا، رددي خلفي. أوصاني ربي بالجار، ذاك سلوك للأخيار، أن أحسن خلقي وفعالي، وأصون كما نفسي جاري، وأكون له أبدا عونا في البهجة أو في الأخطار، لا أرفع صوتي وأنادي أو أزعج ناسا بجواري، لا أؤذي وأعادي أبدا من كان قريبا من داري، لا ألقي في الشارع شيئا وأحض على ذلك جاري. والآن عزيزات الطالبات، بعد أن قمنا بقراءة الأنشودة، عليك أن تستمعي إليها أكثر من مرة وتكرري حتى تتقني مهارة القراءة. وهيا بنا ننتقل إلى درسنا ملك الألوان. هل تتذكرون قصة الألوان؟ نعم، ماذا كان فيها؟ نعم، إنها الألوان كانت تتشاجر. ما معنى تتشاجر؟ أي أحسنت، تتقاتل فيما بينها، تتشاجر فيما بينها، من فيهم سوف يصبح وسوف يحصل على لقب ملك الألوان ويحصل على التاج. يا ترى من فيهم حصل على هذا اللقب؟ هذا، أحسنتم، بارك الله فيكم، هذا ما حكمت فيه الفرشاة الحكيمة وقالت لهم أنه لا تكتمل أي لوحة جميلة إلا بوجود الألوان جميعها، أليس كذلك؟ هيا بنا نتذكر درسنا. ولكن في البداية، تعرفي عزيزتي الطالبة على الهدف الأول من الدرس، هو أن تقرأي النص قراءة جهرية مراعية معايير القراءة السليمة. فهيا بنا نذهب ونقوم بفتح الكتاب المدرسي. ها يا حبيباتي، قد قمت أنا الآن بفتح الدرس، هيا بنا نقوم بقراءته مرة أخرى حتى نتقن مهارة القراءة. أحسنتم، بارك الله فيكم، تابعي معي. ملك الألوان. استيقظت الفرشاة على صوت الألوان العالي وقالت ما بكم يا أصدقائي؟ ما بكم يا أصدقائي؟ رد اللون الأحمر أيتها الفرشاة،
ألست أنا ملك الألوان؟ ألا يبهجكم الورد الأحمر؟ نعم، قال الأزرق، بل أنا ملك الألوان، أنا لون البحر والسماء. فاللون الأحمر يرى أنه لون الورد، لذلك يستحق اللقب. أما الأزرق فيرى أنه لون البحر والسماء، لذلك يستحق أن يحصل على اللقب. يا ترى ما هو رأي اللون الأصفر؟ قال الأصفر، أنا لون الشمس والذهب، أنا ملك الألوان. أما الأصفر فيرى أنه لون الشمس والذهب أيضا، إذن هو من يستحق هذا اللقب. يا ترى ما هو رأي اللون الأخضر؟ ضحك اللون الأخضر وقال، هيا أعطوني التاج فأنا ملك الألوان، أنا لون الأشجار والنباتات. أما اللون الأخضر فيرى أنه لون الأشجار والنباتات، لذلك يستحق أن يحصل على هذا اللقب ويرتدي التاج. ماذا فعلت الفرشاة الحكيمة؟ نعم، صمتت، امتنعت عن الكلام وسكتت قليلا، ثم رسمت لوحة جميلة بألوان مختلفة. يا ترى لماذا؟ نعم، حتى تعرف الألوان أن لون واحد منها لا يكمل ولا يزين هذه اللوحة الجميلة. يا لها من حكيمة! خجلت الألوان من نفسها وأدركت أن كل منها يكمل الدور الآخر، وأن واحدا منها لا يكفي لرسم لوحة جميلة. أحسنتم، بارك الله فيكم. هيا بنا ننتقل إلى ما تبقى لنا من التدريبات حتى نستكملها. هيا يا حبيبتي، أملأ الفراغ بالإجابة المناسبة. شخصيات قصة ملك الألوان هم؟ من تتذكر الشخصيات داخل هذه القصة الجميلة؟ أحسنت، بارك الله فيك. كان لدينا الفرشاة، كانت شخصية حكيمة داخل القصة، وكان لدينا اللون الأحمر والأزرق والأخضر والأصفر. أحسنتم، هيا بنا نقوم بكتابة شخصيات القصة. هيا بنا. الفرشاة أول شخصية معانا، شخصية اللون الأصفر. ويوجد أيضا لدينا شخصية جميلة جدا وهي شخصية اللون الأحمر. أحسنتم. ويوجد لدينا أيضا شخصية جميلة وهي شخصية اللون الأزرق، الذي يرى أنه ملك الألوان لأنه لون البحر والسماء. أما أيضا يوجد لدينا شخصية جميلة وهي شخصية اللون الأخضر، فهو يرى أنه ملك الألوان لأنه لون الأشجار والنباتات. أحسنتم، بارك الله فيكم. يا ترى من هي الشخصية الحكيمة في القصة؟ تعرفنا الآن على شخصيات القصة، لكن يا ترى أي شخصية من هذه الشخصيات تعتبر هي الشخصية الحكيمة؟ نعم، جيدا، إنها شخصية الفرشاة الحكيمة التي قامت، ماذا فعلت الفرشاة الحكيمة؟ قامت برسم لوحة جميلة متعددة الألوان. أحسنتم، عندما رأت الألوان ذلك خجلت من نفسها وعرفت وأدركت أن كل منهم بيكمل دور الآخر، وأن اللوحة لا يكتمل جمالها إلا باجتماعهم جميعهم. أحسنتم، بارك الله فيكم. فلا بد عزيزات الطالبات أن نتعاون فيما بيننا حتى نصبح أقوياء. أحسنتم، بارك الله فيكم. فالتعاون سر النجاح. أتمنى أن نكون قد استفدنا من درسنا لهذا اليوم، وألقاكم على خير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.